السلام عليكم. هذه تبسيمة طاحت اليوم علينا نار بيد ومهالينا، هذه تبسيمة طاحت اليوم علينا نار بيد ومهالينا، هذه تبسيمة. شوف مامي، شو فيك تحكي لنا عن مشاركتك الأولى بمهرجان موازين؟ هي مشاركتي ده بعد كل مثل كل وأنا فنان فرحان كثير ولي الشرف اللي شارك بهذا المهرجان، وهو المهرجان بدأ يكون معروف بالعالم العربي بصفة عامة. في مهرجانات كيما التيمقات كيما كسمو كارتاج أو جارش، مي هذا الفيستيفال الموازين هو من أحسن كيما يقولون، ماشي من أحسن من المهرجانات اللي يجيب بزاف لي ستار. شو تغير بالشاب مامي بعد خروجك من السجن؟ أنا مستراح كتير الآن. كانت تجربة شوية صعبة، مي كما يقولون لازم الواحد يأمن بالمكتوب، يأمن بالمصائب، يأمن ما إن شاء الله. مثل ما يقولوا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ما أنا هذا كانت خير ليا. العدو هذي وهاكي دوما علي وجهي كرتونية، وكنت إبروشي وهاي كنت حاسب لي بلادية وهنا يرموت علي وجهي كرتونية، وكنت إبروشي وهاي كنت حاسب لي بلادية وهنا يرموت. هل رح تغني أغاني شرقية بلهجة شرقية مثل ما غنيت قبل هالمرة أجلس بالمقهى مع كاظم الساهر، أو يوم ورا يوم مع سميرة سعيد؟ إن شاء الله، إن شاء الله. هي كانت هذاك وقت وهذا وقت، دونك إن شاء الله الواحد ما يقولش لازم ولازم نعمل ثنائي باش تكون ناجحة، ولا هي ولا هي مشواري الفني الحاجه اللي تكون مليحه لي. فوالا ما تنجمش تعرف. نعم، بس انت مش مخطط لهالمشروع؟ مش مخطط، ولو تخطط تخرج ما تخرجش مليحه. طيب ما تخططش ولا لا، بس نعمل واحد الاسبوع وانا نحفظ في الكلام باش يكون نعمل اللهجه، نعمل هذه باش تكون باش لما ندخل الاستديو تكون نجم نغني. شب مامي، صارنا سنة بنستنى ألبومك الجديد، شو السبب في تأخير إصدار هذا الألبوم؟ شو صاير؟ هي كان في الواقع باش يخرج الألبوم الجديد عنده ستة أشهر، وبس كانت في شوية كما الوطار تعطل خاطر سمعت الأغاني وكان شويه تعطيل في بهذا بالخروج تاع الالبوم، خاطر انا عارف بالجمهور هو يتسنى شاب مامي، يتسنى الاغاني تاع شاب مامي. دونك مش عايز باش يكون البوم، لازم يكون البوم اللي يكون مقتنع به انا. يا غربتي في بلادي يا غربتي في بلاد الناس، وانا غريب برا وانا غريب برا وانا غريب برا. Thank you.
وتشطن خاطري نص الطيبة. غنوها مع بعض سي بون شكون ساداكور ما جيتش نغني غير وحدي تغنوها معايا هيا سي بون وتشطن خاطري نص الطيبة ورحت شوار اللي بيا واللي بيا واللي بيا واللي بيا ويا سيدي كيفاش تميت. ليه ما بتغني بلهجة خليجية أو تدخل السوق الخليجي من خلال أغنية أو ألبوم؟ إن شاء الله لو نكون خليجي إن شاء الله. بس هذه شغل راك قلت لي حاجة ما كنتش ما إن شاء الله هي اللي مغني إحنا من المغنيين صعب لينا من الجزائر أو من المغرب صعب لينا باش نغنوا الخليجي خاطر الخليجي هو معروف باللهجة مخصصة مخصصة للغنية الخليجية. وسحرت عقلي وعيني سحرت عقلي وعيني وعيني شاب مامي يا ريت تعرف مشاهدينا بالخليج عن موسيقى الراي ما هي موسيقى الراي؟ هو هذا الأغنية الراي هي ولا فن من الجزائر يتكلم على الحياة اليومية هذا المغنيين يتكلموا على حياتهم اليومية يتكلموا على الـ شوية فيها على الحب على كاع مش كل 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 حاجة اللي ممنوعة بالعالم العربي. نعم. ولهذا كانت حاجة جديدة للجمهور باش يحب هذه أغنية الراي. معايا أغنيتك مع ستينج ديزرت روز هي شهرة الشاب مامي عالميا كانت طريقة انك توصل للعالمية من خلال هذا الدويت اللي عملته؟ لا لكت هذا كان ديو من 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 بين الديوهات ولا تنسى انا كان عندي مشواري الفني وهو عنده 30 سنة وانا في هذا في على المسرح ولا هذه الديوهات هي كانت عاونتني ساعدتني لأوصل لتوسيع الجمهور فين عنده مالي قلبي مالك وداوها وهروي وليلة هاي لله فيها بلا ونويا وهروي تينا دانا تينا دانا تينا دانا تينا دانا تريدو دو تريدو دو تريدو دو